السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم إخواني الطلبة في محاضرتنا التاسعة لهذا الأسبوع اللي راح نتناول فيها موضوع جديد اللي هو البوليان الجبر، واحد من المواضيع اللي تخص مادة التقنيات الرقمية المرحلة الأولى هندسة تقنيات القدرة. هذه المادة أو هذا الموضوع راح نتناول فيه أول شيء مجموعة من القوانين الرياضية. هذه القوانين الرياضية راح تستعمل في بوليان الجبر او اللي سميناه احنا هنا يعني جبر بوليان. هذا هو شيء مشابه للي موجود بالرياضيات، لكن اللي راح يصير انه هو هذا راح يستعمل مع الدوائر الرقميه او الدوائر المنطقيه. فاول شيء خليني اتعرف على اشياء معينه راح نذكرها دائما بهذا الموضوع اللي هي الفاريبل والكومبلمنت والليترال، المتغير ومتمم متغير والحد. فهذه الاشياء شنو هي؟ فبالنسبه لي الفاريبل هو عباره عن سمبل او رمز دائما ما يكون يعني مكتوب باللغه الانجليزيه، وهذا الرمز راح يمثل لك لوجيكال كوانتيتي، راح يمثل لك قيمه منطقيه. هذه القيمه المنطقيه تكون قيمتها اما واحد او قيمتها صفر حسب القيمه مالت هذا المتغير. زين، بالنسبه لي الكومبلمنت هذا هو عباره عن الانفرس والمتمم للمتغير. لو كان انت عندك مثلا متغير ما واكو فوق هذا المتغير اكو علامة البار، فهذا معناه انه هذا المتغير هو عبارة عن الكومبلمنت او المتمم لهذا المتغير. على سبيل المثال لو كان عندك المتغير هذا اي وهذا المتغير اي كان عليه هذه البار او هذه العلامة اللي تشوفوها بالاعلى، فهذا معناه انه هذا المتغير او القيمة مالت المتغير هي معكوس الاي الحقيقية. فلو كانت قيمة الاي واحد فمعناته الاي بار او الاي داش بعض الاحيان تلفظ هي عباره عن صفر، واذا كانت قيمه الاي صفر فمعناته انه الاي داش هي واحد. بالنسبه للليترال او الحد هو عباره عن متغير او كومبلمنت يكون موجود داخل او ضمن المعادله. بالنسبه لي القوانين الخاصة ببوليان الجبر أو الجبر بوليان راح تكون كالآتي. أول شيء عندي قانون الجمع بوليان أديشن، الجمع باستعمال الجبر بوليان. الكلمة اللي كنا قلتها بوليان أديشن، عملية الجمع باستعمال البوليان يعني الجبر بوليان، هي عبارة عن عملية أور أوبريشن، هي عبارة عن صيغة أور أوبريشن أو بوابة أور هي اللي راح تنفذ لك عملية الجمع. فنشوف انت هنا اذا تجمع مثلا صفر زائد صفر فالنتيجه راح تكون صفر، اذا تجمع صفر زائد واحد فالنتيجه واحد، اذا تجمع واحد زائد صفر فالنتيجه واحد ايضا، وواحد زائد واحد فالنتيجه هي واحد، وباليد واحد طبعا اللي ما راح يكون ظاهر هنا بالنتيجه. فاذا اللي راح يصير دائما انت عندك هنا لما تيجي تجمع حدين او اكثر من حدين راح تخلي بيناتهم علامة الجمع مشابهة لعلامة الجمع اللي موجودة بالرياضيات، فنقول مثلا اي زائد بي، او تقدر تقول هنا اي زائد بي داش، او اي زائد بي زائد سي ثلاث حدود او اربع حدود، اي داش مثلا زائد بي زائد سي زائد دي داش. فاذا ممكن تجمع انت متغيرات وممكن تجمع انت ايضا الكومبلمنت مالت المتغير اللي هذا عليه الداش بوضع علامة الجمع هذه اللي يشبه علامة الجمع اللي موجود بالجمع الرياضيات الاعتيادي. إذا نجي ناخذ مثال على هذه الحالة اللي هي determinant values of A, B, C and D that make the sum terms A plus B dash plus C plus D dash equal to 0. وجد لي قيمة الـ A والـ B والـ C والـ D اللي راح تجعل لي ناتج عملية الجمع هذه الـ A زائد determinant B زائد C زائد determinant D تساوي لك النتيجة صفر. طبعا الحل مال هذا المثال هو for the sum terms to be zero. بالنسبة لعملية السم هذه أو عملية الجمع حتى تكون الناتج مالها صفر لازم تكون كل هذه القيم ال A صفر وال B صفر وال C صفر وال D طبعا ال D داش عفوا ال B داش كلها قيمها صفر، فبالتالي لازم تكون كل هذه القيم صفر، فمعناتها إنه لازم تكون عندك ال A قيمتها هذه صفر وال B قيمتها واحد داش مقلوب الواحد اللي هو ايضا صفر، والسي قيمتها صفر، والدي قيمتها ايضا واحد داش اللي هي مقلوب الصفر، وبالتالي راح تجمع انت مجموع اصفار وبالاخير النتيجة عندك راح تكون صفر.
هنا يعني في التمرين determine the values of A and B that make the sum A dash زائد B equal to zero. أوجد لي قيمة الـ A والـ B اللي تخلي لك قيمة تخلي قيمة هذا التعبير A dash زائد B تساوي صفر. طبعا نفس الطريقة لازم يكون عندك الـ B تساوي صفر والـ A dash أيضا تساوي صفر. بالنسبة للعملية الأخرى اللي راح ناخذها في جبر بوليان اللي هي عملية الضرب بوليان addition أو بوليان multiplication عملية الضرب بالبوليان multiplication. هذا أو عملية الضرب بالبوليان راح تكون هي عبارة عن عملية AND بين المتغيرات، راح تكون كأنما أنت موجود عندك بوابة AND بين المتغيرات. بوابة AND اللي أخذناها في المحاضرة اللي مضت كانت يعني العمل مالتي كالآتي، إنه إذا كان عندك الإدخال يعني اثنيناتهم واحد راح يكون فقط الإدخال واحد، باقي الحالات ما دام عندك واحد من الإدخالات صفر راح يكون الناتج صفر. فإذا تيجي تشوف إذا صفر ضرب صفر راح يكون صفر، وصفر ضرب واحد راح يكون صفر، وواحد ضرب صفر راح يكون صفر، وواحد ضرب واحد راح يكون واحد. إذا الشيء هو مشابه يعني جبر الرياضيات الاعتيادي. بالنسبة للبوليان نفس الشيء، انه الضرب بالصفر راح يكون قيمته صفر. عملية الضرب لما تيجي تخلي الحدود يعني وهذه الحدود مضروبة، فراح تخلي بروجكت كيرم او علامة الضرب بيناتهم، يا اما الضرب هذا النقطي او تخلي بيناتهم نجمة، بالغالب ما نخلي احنا اكس، او بعض الاحيان للاختصار ما نخلي اي شيء بين هذه الارقام. طبعا لازم تنتبه ان هنا عملية الضرب لازم تكون بدون without or operation، بدون ان نستعمل ال or operation حتى نجمع الاخراجات مال البوابات الاند اللي موجوده. فبس مجرد ان انت عندك بوابات اند يعني بيها مثلا ادخالين او اكثر وتضرب لك المتغيرات. فمثلا انت عندك ممكن تكون المتغيرات عندك a ضرب b او a ضرب b داش او a ضرب b ضرب c او a ضرب b داش ضرب c ضرب b داش. فانت ممكن تكون عندك متغيرات، متغيرات اثنين، متغيرات اربعة، ممكن يكون متغيرات فقط، ممكن يكون متغير، والقيمة مال هذا المتغير كلها ممكن ان انت تنفذها باستعمال عملية الضرب. اذا ناخذ مثال determine the value of A and B and C and D that or that make the project sum A B dash B B dash equal to 1. اجيب لي قيمة هذه المتغيرات الـ A والـ B والـ C والـ D اللي راح تخلي لي الضرب مالت ال A في الكومبلمنت مالت ال B في ال C في الكومبلمنت مالت ال D يساوي لي واحد. فطبعا انت بعملية الضرب لازم حتى يكون عندك الإخراج واحد، مثل ما قلنا انه عملية الضرب هي بوابة AND، فبوابة AND حتى يكون الإخراج فيها واحد لازم يكون كل الإدخالات هي واحد، فمعناته انه لازم يكون A واحد و B داش واحد و C واحد و D داش أيضا واحد. فبالتالي راح يصير المفروض بهذه الطريقة انه الـ A تساوي واحد والـ D داش هي لازم متمم الصفر والـ C هي واحد والـ D داش هي متمم الصفر ايضا اللي هو قيمته طبعا واحد متمم الصفر. فبالتالي راح يصير واحد دوت واحد دوت واحد دوت واحد، والنتيجة راح تكون قيمة واحد. تمرين determine the value of A and B for that make the project term A dash B dash equal to 1. نوجد لقيمة ال A وال B اللي تجعل لي هذا الحد يساوي لي واحد. الآن في هوم وورك على هذا الموضوع راح يكون مطالبين به في المحاضرة للمحاضرة الجاية، يعني انه اذا كانت قيمة ال A تساوي لي صفر what does A dash equal؟ شو راح تساوي لك ال A dash؟ Determine the value of A, B and C that make the sum terms A dash, B dash, C زائد C equal to zero. أوجد لي قيمة الـ A والـ B والـ C اللي تساوي لي تخلي لي هذا الحد يساوي صفر. Determine the value of A, B and C that make the product A, B, C equal to 1. أوجد لي قيم الـ A والـ B والـ C اللي راح تخلي لي الحدود المضروبة أو المتغيرات المضروبة A والـ B والـ C تساوي 1. إذا لحد هنا هذه عملية الجمع وعملية الضرب في جبر بوليان. Laws and rules of Boolean algebra، القوانين والقواعد الخاصة ببوليان الجبر. هنا راح نجي ناخذ مجموعة من القوانين والقواعد تخص جبر يعني بوليان أو حتى الجبر الاعتيادي، جبر الرياضيات الاعتيادي أيضا نفس الشيء، يعني هي أيضا تنطبق عليهم، ما راح يعني تختلف
كثير عن الرياضيات الاعتيادي اللي انتم ماخذينه يعني معتادين عليه. فاكو هناك عندي مجموعه من القوانين طبعا اللي راح تخص جبر بولين. اهم هذه القوانين هو قانون الكومتيتيف لو، قانون الكومتيتيف او قانون المبادله، يعني ممكن انت يعني تبدل الحدود واحد بمكان الاخر كمكان ويكون عندك الناتج هو نفسه. شنو معنى هذا القانون؟ يقول لك الكومتيتيف لو او اديشن فور تو فاريبل از ريتن اس، اي زائد بي يساوي لك بي زائد اي، يعني اذا تقدم الاي او تقدم البي في عمليه الجمع ما راح يفرق عندك في النتيجه شيء، نفس النتيجه. فنشوف هذا جاي منين؟ جاي انه لما تكون انت عندك بوابه اور وتيجي تجمع الاي مع البي استعمال بوابه الاور، فراح يكون الناتج اي زائد بي. واذا تخلي البي على الادخال الاول وتخلي الاي على الادخال الثاني، فراح يكون ايضا الناتج هو بي زائد اي. اذا انت راح توصل الى نفس النتيجه، ما راح يكون فيها اي تغيير. نفس الشيء هذا قانون التبادل او الكومتيتيف راح يكون ايضا منطبق على عمليه الضرب multiplication. فانت نفس الشيء لما تقول اي دوت بي او اي بي هو نفس بي اي، فاذا ما في فرق بين الحالتين، ما في فرق بين هذه الحالتين، اثنيناتهم راح تكون نفس الـ خلينا نقول نفس التعبير. فاي دوت او اي اند بي راح يكون هو اي بي، وبي اند اي راح يكون هو ايضا بي اي. اذا نجي ناخذ القانون الثاني اللي هو الاسوشيتيف لو، اللي هو قانون توزيع الحدود، شلون تجي توزع الحدود بالنسبه للجمع وبالنسبه ايضا لعمليه الضرب. فالاي زائد البي زائد السي، السي والبي بين قوسين، ممكن ان تكون الاي زائد البي بعدين ناتجهم راح يكون هو جمع مع السي، او ممكن يكون هو الاي ايضا زائد السي وناتجهم بعدين جمع مع البي. فاذا عمليه ال توزيع يعني تكون خلينا نقول يعني وحده بالنسبه لي يعني جمع الارقام او جمع الارقام المتغيرات. هذا منين جاء ايضا؟ تقدر تقول انه اذا يعني جاي من الاعفي، انه اذا تاخذ هذا الحد على سبيل المثال، انه اولا راح تجمع البي مع السي وبعدين الناتج مع البي زائد السي تجمع مع الاي، او انه تقول بالحاله الثانيه انه الاي زائد البي راح اجمعهم بالبدايه بعدين ناتجهم راح اجمع مع السي. فاذا هذا كله راح يعطيك خرج واحد او يعطيك ناتج واحد اللي هو الاي زائد البي زائد السي. بالنسبه لعمليه الضرب ايضا هذا القانون، قانون الاسوشيتيف، هذا اذا تقول الاي ضرب بين قوسين البي والسي راح يساوي لك نفس الشيء لو تقول اي بي بين قوسين وناتجهم ضرب السي. وهذا تقدر تنفذ عمليا انه تقول مثلا انه ضرب او الاند فور الاند بين البي والسي اخراجها راح يكون بي سي، وبعدين اخراج هذا البوابه اذا اجي اسوي له اند مع بوابه مع المتغير اي راح يطلع عندي اي بي سي. نفس الشيء هنا ايضا اذا اجي اديت الاي مع البي ضربتهم والناتج راح يكون هو اي بي، وهذا الناتج اجي اسوي ضرب مع السي فراح يكون عندك اي بي سي. فاذا هذه عمليه الاسوشيتيف او التوزيع الضرب والقسمه ايضا راح يكون يعني مشابه يعني ما بيتخ نقول ترتيب، بدون ترتيب ممكن تجمع او تضرب اي ارقام او اي متغيرات. زين، بقى عندي قانون اخر اللي هو قانون ديستريبيوتيف لو، قانون توزيع الضرب او توزيع الجمع. فلو كان عندي هنا مثلا اني اي وهذا الاي مضروب في قوس داخل هذا القوس بي زائد سي، فهذا راح يكفي لو جيت انا ضربت الاي سي البي زائد الاي في السي. شوفنا هذا، فاذا هذه العمليه لو جيت اخذت انا هنا مثلا هذه الاي وضربتها بالبي وضربتها بالسي في البي زائد اي في السي، اللي هو كنا يعني متعودين عليه سابقا وماخذين سابقا، اللي هي عمليه توزيع الضرب او فتح الاقواس كنا نسميها. هذه العمليات تكون يعني او هذه العمليه تكون مشابهه لهذه العمليه. فراح نشوف هنا عمليا انه انت اذا جيت اخذت البي والسي و يعني دخلتها على بوابه الاور اللي تمثلها هذه عمليه الجمع، بعدين الناتج مال هذه بوابه الاور اخذته ماند مع بوابه عفوا مع المتغير اي، فراح يطلع عندك الناتج اكس، فهذا الناتج راح يكون هو واحد.
يعني قصدي نفسه هو إذا كان هنا جيت خارج الأي ما عاد في سويت لها آن بهذا الحد، والأي ما عاد في أيضا سويت لها آن بهذا الحد الثاني، وجمعت بعدين هذا الجمع مالت الآند الأول والآند الثاني، جمعت الخرج مالت الآند الأول والثاني ببوابة أور وطلع عندك الإكس، فهذا الإكس هو نفسه راح يكون هذا الإكس. خلينا نجي ناخذ عليها، خلينا نقول مثال، لو فرض ان هذا البي يساوي قيمته 1 والسي قيمته 1 والاي قيمته 0 على سبيل المثال يعني، ونفس الشيء هذا هنا راح يكرره انه الاي قيمته 0 والبي قيمته 1 والسي ايضا قيمته 1 وهذا الاي قيمته 0. هنشوف فعلا يطلع نفس الاخراج الاكس، فهنا راح تكون اي او البي اور السي اللي هي 1 اور 1، راح يكون هنا طبعا البي سي الناتج مالتي يساوي لي 1 لان 1 اور 1 هي 1. بعدين راح يكون صفر اي مضروب او دوت او ان مع الواحد اللي هو الخارج مال البي سي، فراح يكون النتيجه هنا عندي ايش قد؟ صفر، لان الان اي ادخال من ادخالات يصير صفر راح يكون صفر. اذا نجي نشوف هنا عندك هذه الاي صفر والبي قيمتها 1 اللي تدخل على بوابه الان، فاذا الناتج هذا العمليه راح تكون هي صفر. وإذا جيت أخذت هنا أيضا صفر واحد أيضا ناتج هذا الأي سي راح يكون أيضا صفر. زين بالأور صفر أور صفر راح يكون أيضا الإخراج مالت الإكس هو أيضا صفر. فإذا نشوف أنت هنا عندك هذه العملية أو هذه العملية إلى نفس الناتج أو نفس الخرج اللي هو قيمة إكس تساوي صفر، وطبعا هذا راح ينطبق على كل الحالات اللي راح تاخذها بالنسبة للأي والبي والسي. زين خلينا نجي ناخذ rules of Boolean algebra. هسه هذه اللي اخذناها قبل شويه القوانين الثلاثه هي يسموها قوانين Boolean algebra. اذا اكو اضافه الى هذه القوانين مجموعه من القواعد، هي عباره عن 12 قاعده. هذه قواعد هامه انه ممكن انه احنا نثبتها منطقيا من خلال البوابات اللي احنا اخذناها فيما مضى او المحاضره السابقه، او ممكن انه احنا هذه القوانين نثبتها رياضيا عن طريق الاشتقاق. بالنسبة للقاعدة الأولى رول نمبر 1، هذه القاعدة راح يكون عندك الـ A زائد الصفر يساوي لك A، معناته شنو؟ أنت لما تجي تجمع مع الصفر فراح يكون المتغير نفسه، طبعا هي نفس القاعدة هذه الرياضيات أنتم متعودين عليها، فمثلا لما تقول 3 زائد صفر فالنتيجة 3، 5 زائد صفر النتيجة 5، ألف زائد صفر النتيجة ألف، فأنت هذا الشيء متعود عليه، نفس الشيء منطقيا. انه المتغير اذا تجمع مع الصفر فالنتيجه مالته راح تكون هو نفس المتغير. خلينا نجي نشوف شلون راح تطبق هذه كعمل بالمختبر. انه اذا جيت انت مثلا عندك الجمع هو عباره عن بوابه اور، فلو كان عندك هنا الاي قيمته 1 على سبيل المثال، واذا تجمع مع الصفر فالنتيجه راح تكون 1، ولو كان هذا الاي قيمته 0 واذا تجمع مع الصفر فالنتيجه اذا 0، فاذا دائما شنو هي قيمه الاي؟ راح تطلع بالخارج نفسها إذا تجمع أنت مع قيمة الصفر، شنو ما كانت قيمة الأي راح تطلع هي نفسها بالخارج إذا أنت تجمع مع قيمة الصفر. زين خلينا نشوف بحالة ثانية أو قاعدة ثانية اللي هي الجمع مع واحد. بالمنطق أو البولين الجبرا، أي زائد واحد راح يساوي لي واحد، أي زائد واحد راح يساوي لي واحد. هذا هنا شوي يختلف عن الرياضيات، انتبه. احنا بالرياضيات متعودين شنو؟ نقول 5 زائد 1 مثلا 6، 10 زائد 1 11، 1 زائد 1 2، لكن هنا بالمنطق او بالبولين جبرا لما تيجي تجمع مع الواحد راح يطلع الواحد نفسه. شلون راح يصير هذا الشيء؟ نجي لازم بالعمليه حتى نفهمه. لو جيت انا عندي الجمع هو شنو؟ مثل ما ذكرنا هو بوابه اور. بوابه اور الان لو كان عندي قيمه الاي هذا يساوي لي 1، وانا اذا اجمع مع قيمه الواحد. فبوابة الأور تقول شنو ما كان عندك يعني الإدخالات، إذا أو العفو يعني نص بوابة الأور يقول إنه إذا كان عندك واحد من الإدخالات قيمته واحد فالإخراج واحد. فالآن بما إنه صار عندك واحد من إدخالات الأور هذا واحد ثابت، فإذا الإخراج هنا راح يكون واحد مهما كانت قيمة الإكس. تمام. نرجع نكمل محاضرتنا. وقفوا الشات كلها على المحاضرة. فدائما بوابة الأور لما يكون عندك واحد من ادخالاتها واحد راح يكون عندك دائما يخرج الواحد هذا نفسه هو بالاخراج بغض النظر عن قيمه الاي، سواء كان قيمه الاي واحد او كان قيمه الاي صفر. ف
نشوف هنا نفس الشيء، اذا كانت الاي قيمتها صفر وانتدت الاور مع الواحد، فهنا راح يطلع ايضا الاخراج مال بوابه الاور هو واحد. اذا هذه هي القاعده الثانيه. بالنسبه للقاعده الثالثه، هاي قصه عندنا المحاضره، القاعده الثالثه هنا اللي هي تقول اي دوت زيرو او الضرب الصفر. لما تيجي تضرب قيمه بالصفر ايش راح يطلع عندك ناتج؟ فلما تقول مثلا اي قيمه طبعا تضربها بالصفر هو الناتج مالك راح يكون صفر. هذا الشيء مشابه لحاله خلينا نقول الرياضيات الاعتياديه اللي احنا متعودين عليها، انه دائما الضرب راح يكون صفر. فهذا تقدر يعني ننفذه عمليا او من خلال البوابات، انه لما نقول اي تساوي واحد و اذا تجي تسوي انت مع قيمه الصفر، فتعرفون انت بوابه الانت لما يكون واحد من حالات الصفر راح يكون اخراجها صفر، سواء كان قيمه الاي واحد او كان قيمه الاي صفر راح يكون دائما الاخراج هو صفر. بالنسبه للقاعده الرابعه اللي هي الضرب في الواحد راح يساوي لك المتغير نفسه، وهذا ايضا شيء مشابه للرياضيات. احنا كنا دائما لما بالرياضيات نقول 3 في 1 3، 5 في 1 5، 6 في 1 6، فنفس الشيء اذا ينطبق هذا على البولين الجبرة اللي هي اي قيمة تضربها بالواحد راح يطلع نفس القيمة، فاي تساوي صفر اذا تسوي لها انت مع الواحد راح يطلع الصفر نفسه هو اللي هو قيمة الاي، ولو كانت قيمة الاي تساوي واحد فضربتها في واحد فراح يطلع ايضا النتيجة هي واحد. زين، القاعدة الخامسة اللي هي تقول انه اي زائد الاي تساوي لي اي. هاي هنا في القاعدة مختلفة عن اللي احنا متعلمين عليه بالرياضيات، احنا بالرياضيات متعلمين على انه 1 زائد 1 يساوي لي 2، تمام؟ او مثلا 2 زائد 2 يساوي لي 4، دائما لما تجمع المتغير نفسه راح يطلع لك الضعف مال هذا المتغير، لكن منطقيا لما تيجي تجمع المتغير اي مع المتغير اي يعني مع نفسه او مع يعني الاي فراح يطلع عندك واحد من عندهم بس، فراح يطلع عندك واحد من عندهم بس. خلينا نشوف شلون هذا راح يصير عمليا، ليش صارت هيك منطقيا؟ احنا مثل ما نعرف انه عمليه الجمع هي بوابه الاور، فهذه بوابه الاور. بوابه الاور اذا اجينا مثلا دخلت على الادخال الاول قيمه الاي والادخال الثاني قيمه الاي هم نفسه، فدخلت هنا صفر بصفر فراح يكون الناتج هو شنو؟ صفر اللي هو واحد من عندهم. واذا دخلت مثلا قيمه الاي تساوي واحد ونفس الشيء دخلت على الادخال الثاني او الادخال الثالث او العاشر او مهما كانت عدد الادخالات موجودة عندك في الاور، فدائما راح يكون الاخراج هو عباره عن واحد من عندهم. فاذا لما تقول مثلا اي زائد اي زائد اي زائد اي زائد اي الى 100، فالناتج مالتهم هاي كل الايات هي عباره عن اي وحده. هذا بالنسبه للقاعده. القاعده السادسه راح تكون كالاتي، انه لما تيجي تجمع مع المتمم راح يكون النتيجه واحد. لما تجمع مع المتمم دائما تكون النتيجة واحد، يعني إذا كان عندك متغير ومجموع مع متغير آخر فراح تكون النتيجة دائما هي واحد. خلينا نجي نشوف هذه عمليا شلون راح تصير. هنا لو كان مثلا قيمة الأي صفر فالمتمم مالته أكيد شنو راح يكون؟ واحد. وبوابة الأور هي عملية الجمع تقول إنه إذا كان عندك واحد من الإدخالات واحد فالنتيجة راح تكون واحد، فصار عندي إذن واحد. مرة ثانية إذا كان الأي قيمته مرة واحد فالمتمم مالته اكيد صفر، وبوابة الاور تقول انه اذا كان واحد من الادخالات قيمته واحد فاكيد الاخراج راح يكون واحد، فاذا الاخراج راح يكون واحد. فاذا هنا ما زال انت تجمع مع المتمم فلازم اذا كان هذا قيمته صفر فهذا قيمته واحد، واذا كان هذا قيمته واحد فهذا قيمته صفر، فاذا انت دائما عندك موجود واحد بالاخراج، فبالتالي انت دائما يعني راح يكون عندك يعني الاخراج مالته قيمته واحد. زين، نكمل القاعدة السابعة اللي هي تقول انه الـ A دوت A راح يساوي لي A. الـ A دوت A راح تساوي لي الـ A، يعني إذا أجيت أنا أخذت متغير وضربته بنفس المتغير راح يساوي لك أيضا واحد من هذه المتغيرات. إحنا متعودين بالرياضيات طبعا تعاكس القانون الموجود بالرياضيات، جبر الرياضيات الاعتيادي، اللي هي بالرياضيات إحنا متعودين نقول مثلا X دوت X راح تصير X تربيع. تمام؟ او مثلا واي في واي راح يصير واي تربيع، بس هنا لا، راح يكون عندك اي دوت اي
او ضرب اي راح يصير اي، او واي دوت واي راح تصير هي واي. فهذا الشيء منين جاي؟ جاي ايضا منطقيا راح نفهمها اذا اجينا رجعنا للبوابات. البوابات مالت هي الاساس مالت هذه البوليان جبرا، القانون مال بوليان. لما تيجي مثلا هذه الدوت او الضرب هو عباره عن بوابه اند، فلما تيجي تقول اي دوت اي راح يكون عندك لو كان مثلا قيمه الاي صفر فراح يكون الاخراج هو صفر ايضا واحد من عندهم، ولو كان عندك الاي قيمته واحد واحد في واحد راح يكون الاخراج ايضا واحد اللي هو واحد من هذه المتغيرات. فدائما اذا كان عندك متغيرات اثنين مضروبه ببعض نفس المتغير راح تيجي تاخذ واحد من عندهم. زين، ماذا بالنسبه للضرب مع المتمم؟ القاعده الثانيه، لو جيت اخذت انا اي دوت اي داش، فهالمره انت ما زالت سوف عندك متمم، فمعناته انت عندك صفر في مكان ما، يا اما يكون الاي داش هو صفر يا اما يكون الاي هو صفر. فبالتالي انت ما زالت عندك بوابه اند، بوابه الاند تقول اذا صار عندك واحد من الادخالات صفر فالاخراج اكيد صفر، فمعناته انت هنا دائما عندك اخراج صفر موجود للاخراج. فاذا الان هنا لو كانت الاي قيمتها واحد فالمكمل مالها اكيد صفر راح يكون، فبالتالي راح يكون الاخراج صفر، يعني عندك صفر بالادخال. ولو كان قيمه الاي صفر فالمكمل مالها اكيد واحد، فبالاكيد راح يصير عندك الاخراج قيمه صفر، فبالتالي راح يكون دائما عندك اخراج قيمته صفر. القاعده التاسعه تقول انه مكمم المكمم هي عباره عن نفس المتغير، هاي احنا سبق ان اخذناها وتكلمنا فيها، انه الاي دبل داش راح يساوي لك الاي نفسه. وهذا الشيء تقدر نشوفه يعني عمليا ايضا، انه تقول الاي تساوي لو كانت الاي تساوي صفر فالنفي الاول لها راح يساوي لك شنو؟ راح يخليها تصير واحد، والنفي الثاني لها راح يخليها ترجع تصير صفر. ولو كانت الاي قيمتها واحد فالنفي الاول لها راح يساويها ايضا يخليها تصير صفر، والنفي الثاني لها راح يخليها تصير واحد. فاذا دائما الدبل داش راح يرجع لك المتغير الى، او النفي المكرر راح يرجع لك المتغير الى الحاله الاصليه. اللي هنا لحد القاعده 9 هي كلها قواعد نقدر نثبتها عمليا عن طريق البوابات. من القاعده 10 و11 و12 هذه القواعد راح نثبتها يعني اشتقاق، عن طريق الاشتقاق. الرول رقم 10 هذه تقول انه اي زائد الاي بي راح تساوي لي اي. الاي اذا اجاني دائما المتغير، وهذا المتغير بعدين مجموع مع هذا المتغير يعني نفسه مضروب بقيمه متغير اخر، سواء كانت اي شيء هاي اكس واي. فدائما لما يجيني هذا التعبير اي زائد اي بي راح يكون النتيجه هو المتغير نفسه هذا. شلون نجي نثبته هذا رياضيا؟ هنا نقول بما انه الاي زائد الاي بي تساوي لي، اذا اجيت هنا اخذت عامل مشترك اللي هو الاي، فراح يبقى عندي هنا شنو بين قوسين؟ راح يبقى عندي هنا من هذه الحد راح يبقى عندي الواحد من الاي وزائد البي من هذا الحد الاخر، فاذا بقى عندي واحد زائد البي. زين، قبل شوي تذكرون احنا من اجينا اخذنا قلنا لما تكون عندك بوابه اور واحد من ادخالاتها واحد فاكيد الاخراج مالته واحد، فاذا هذا الحد راح يكون بمكان شنو تقدر يعني تلغيه ويصير بمكانه واحد، فاذا صار عندك الاي دوت واحد. زين، قبل شوي ايضا ذكرنا انه قلنا ضرب بالان لما تجي يكون عندك واحد من ادخالات الان واحد، فدائما راح يطلع عندك الاي هو نفسه اذا كان قيمته صفر او اذا كان قيمته واحد، فبالتالي راح يكون عندك هذا الواحد يعني تقدر تكمله او ما تكتبه اصلا، ويكون عندك الاخراج هو فقط اي، وبهذا احنا اثبتنا الطرف الثاني من المعادله. فاذا اي زائد اي بي راح يساوي لك الاي. تقدر ايضا يعني تثبت هذا الشيء عن طريق التروث تيبل، انه لو كان عندك انت مثلا الاي والبي هي قيمتها 0 0 0 1 1 0 1 1، وقيمه الاي بي اللي هي هذا الحد هي ضرب الاي مع البي، ف 0 0 0 و 0 1 0 وهذا هنا ايضا 0، وهذا فقط هاي الحاله راح تكون 1. اذا تيجي تجمع هذه النتيجه الاي زائد البي مع هذه النتيجه اللي هي الاي، فراح يكون عندك 0 زائد 0 0 و 0 زائد 0 0 والواحد زائد صفر واحد والواحد زائد واحد ايضا واحد، فراح يكون عندك الناتج هو هذا الشكل. نفس الشيء طبعا هذا تقدر انت يعني تنفذه اذا كان عندك اي يعني او هو العفو يعني راح يشبه لك المتغير اي، هذا اللي هو عباره عن صفر صفر واحد واحد،
في الخراجيب من 0011، لان معناتها انت كان عندك الاي زائد الاي زائد بي دوت بي، العفو، يساوي لك الاي نفسه. نجي على القاعدة رقم 11. القاعدة رقم 11 تقول انه اذا كان عندك هذا التعبير اللي هي اي زائد اي داش بي، انتبه لي هذا الفرق عن السابق بانه المتغير هنا صار الكومبلمنت مالته هو المضروب بمتغير اخر. اي زائد اي داش بي راح يساوي لك اي زائد بي. خلينا نجي نثبت هذا بالاشتقاق. هنا اي زائد اي داش بي راح تساوي لك شنو؟ راح تساوي لك الاي زائد الاي بي زائد الاي داش في البي. شلون صارت هذه الحاله هنا؟ هنا جايه من هاي القاعده انه الاي زائد تساوي اي زائد اي بي. هاي قبل شوي اجينا اخذناها، احنا قبل شوي مو اجينا اخذنا بالقاعدة رقم 10 انه الاي زائد الاي بي تساوي لي الاي. فاجيت انا هنا بمكان هاي الاي خليت هذه اي زائد اي بي وبقيت هذه الحد مثل ما هو. بعدين اجيت سويت هنا، اجيت قلت انه دائما انا عندي بحسب القاعدة السابعة انه الاي في الاي هو نفس الاي، فاستعاضيت عن هذا الاي دي اي 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 ماركين اي دوت اي. بعدين هسه جيت فتحت او لقيت هذه الاقواس وصارت عندي الحد هو عباره عن اي في اي زائد الاي بي هذا مثل ما هو زائد الاي داش بي هذا مضروب في الاي اي زائد الاي داش بي اللي هو هذا الثاني شنو من عمليه الجمع او الادنج الاي مع الاي داش اللي راح تساوي لي صفر. يعني كانما انا فتحت الاقواس هنا وضفت هذا الحد اللي هو قيمته صفر، يعني ما تساوي اي شيء هذا قيمته. شغلت يعني بس حتى اركب المعادله مالتي بحيث اثبت الطرف الثاني اللي موجود هنا بالمعادله. احنا قبل شوي اخذنا انه المتغير ضرب المتمم مالته راح يكون قيمته صفر. الان راح اجي اسويه انه انا راح اجي اخذ الاي بي كعامل هنا، يعني هذا كانما راح حتى ارجعها الى قوسين، ارجعها شلون في قوسين ما مفتوحه اللي هي الاي في زائد الاي داش والاي زائد البي. فهذا الاي زائد الاي داش هو قيمته واحد، لان يعني دائما قلنا الاور اذا كان عندك واحد من الخالات يدخلها متغير والاخر متمم ما متغير فالنتيجه راح تكون دائما هي واحد، فهذا قيمته واحد، فبالتالي راح يبقى عندك فقط الاي زائد البي. وهذا الشيء تقدر انت ايضا تمثله او تفهم عن طريق التروث تيبل، انه لو كان عندك هذه الاي بي اللي هي 0 0 0 1 1 0 1 1، فالاي داش بي راح تكون هي كالاتي: مقلوب الاي مضروب في البي، فراح يصير هنا مقلوب الصفر اللي هو 1 ضرب الصفر راح يكون 0، هنا 1 ضرب 1 هاي مقلوبها يعني راح يصير 1، مقلوبها اللي هي 0 في 0 0 و0 في 1 0، فاذا هذا هو الاي داش بي. زين، الاي زائد الاي داش بي راح نجي نجمع الاي مع هذا، راح يكون عندك 0 زائد 0 0 و0 زائد 1 1 و1 زائد 0 1 و1 زائد 1 1، وهذا راح يشوف ان انت هنا يكافئ لك هذا التعبير اللي هو الاي زائد البي. اذا اجي الان اخذ الاي زائد البي هذا فاقول 0 زائد 0 0 و0 زائد 1 1 1 زائد 0 1 1 زائد 1 1، فاذا هذا الاثنين راح يكونوا متكافئات. هذا هنا اثبتناه بطريقه ثانيه عن طريق التروث تيبل. وتقدر ايضا تستعمل تربط يعني بالموتيشن تربط هذا الربط انه اي والبي، والاي عن طريق النوت، بعدين تسوي لها ضرب مع الاند وبعدين الناس مالته توديها على الاور، راح يكافئ لك لو كنت انت مباشره تضرب الاي او تجمع العفو الاي مع البي، وراح تشوف الاخراجات اللي تطلع لك هنا هي نفس الاخراجات اللي راح تطلع لك هنا، فاذا معناته هذا التعبيرين متساويات او هذا التعبيرين متساويات. إذا نجي ناخذ القاعدة الأخيرة اللي هي القاعدة رقم 12 اللي هي تقول إنه إذا كان عندك الـ A زائد الـ B بين قوسين مضروب مجموعات مضروب مع قوس آخر اللي هو الـ A زائد الـ C، راح يكون عندك النتيجة هي A زائد الـ BC، راح يكون عندك النتيجة هي الـ A زائد الـ BC، فمعناته إنه أنت عندك حد، هذا الحد مجموع مع 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 أو المتغير العفو، هذا المتغير مجموع مع متغير آخر، بعدين هذا المتغير نفسه مجموع مع متغير ثالث، فالنتيجة راح تكون هي المتغير هذا زائد ضرب البي مع السي، ضرب المتغيرين الاثنين المختلفات. خلينا نثبت هذا الآن عمليا أو رياضيا.
بالاشتقاق، انه الاي زائد بي يساوي لك الاي زائد سي، اللي راح يصير الان انه راح اجي افتح الاقواس اقول اي في الاي راح يصير دبل اي، اي في السي اي سي، البي في الاي هي اي بي، والبي في السي هي البي سي. هذا هنا قانون ديستريبيوتد او توزيع الضرب على الجمع. زين، راح اجي اضيف هذه حسب القاعده السبعه، انه تقول الاي اي المتغير اذا تربط بنفسه يعني بنفسه يعني مرتين ثلاثه 10 راح يكون دائما هو نفس المتغير، فاذا معناته هذا الاي اي راح يصير اي، و راح يعني تصير عندك المعادله بهذا الشكل. زين، بعدين راح تجي ناخذ الفاكتورنج اوف ديستريبيوتد، راح نشوف شلون راح تجي تقسم او نتيجه القانون مال التقسيم الضرب على الجمع او الجمع على الضرب. راح نجي هنا ناخذ الاي هنا عامل مشترك بين هذين الحدين، راح يبقى عندك هنا الاي العامل المشترك، هذا الحد راح يبقى من عنده واحد، وهذا الحد راح يبقى من عنده سي، وباقي الحدود راح تنزل مثل ما هي. بعدين هنا اذا تذكرون القاعده الثانيه اللي تقول انه الواحد زائد السي تساوي واحد، اي متغير اي متغير اذا كان اور او جمع مع الواحد فراح يكون دائما النتيجه واحد، فانا معناته انه هذا الحد قيمته عباره عن واحد، فصار هنا عندك هذا الاي مضروب في الواحد، يعني تقدر انت كانما تقول الاي الواحد هذا ما موجود، فبقى عندك الاي زائد الاي بي زائد البي سي. بعدين راح تجي تاخذ ايضا عامل مشترك بين هذا الحد وهذا الاي اللي بقى هنا، فراح يبقى هنا ايضا عندك واحد زائد البي، وهذا ايضا قيمته واحد، راح يبقى عندك من المعادله هي فقط الاي دوت واحد زائد البي سي، وهذا احنا نهمله او ما نكتبه لانه هو يعني ما ياثر بالمعادله، فراح يبقى عندك الناتج هو اي زائد البي سي اللي هي الطرف الاخر من المعادله. وهذا الشيء ايضا نقدر نثبته بطريقه ثانيه عن طريق التروث تيبل، لو كان عندي انا هذه الاي والبي والسي وكل الاحتمالات اللي تخصها من قيمه الصفر صفر صفر الى قيمه الواحد واحد واحد، فالاي زائد البي اللي هذين الاثنين راح يكون الخارج مالته بهذا الشكل، والاي زائد السي راح يكون الخارج مالته بهذا الشكل. فاذا جيت ضربت الاي زائد البي مع الاي زائد السي هذه راح تصير عندك الناتج مالتهم بهذه الصيغه، هذا يمثل لك الحد الاول او الحاله الاولى. زين، احنا قلنا هذا يساوي لي لو كان عندي اي زائد البي سي، خلي اجي اول شيء اضرب البي سي مع بعض، هذا البي والسي ضربناهم طلع عندي هذا الناتج، بعدين اجمعهم مع الاي اللي هو هذا الاي، فراح يطلع عندي هذا الناتج، وراح تلاحظ انت يعني اثبتنا بالتروث تيبل انه هذا الناتج اللي هو الاي زائد البي سي راح يساوي لك هذا الناتج اللي هو الاي مضروب في البي بين قوسين، او العفو الاي مجموع بالبي بين قوسين مضروب مع الاي زائد السي، اللي هو التعبير مالتنا هذه اللي اثبتناه احنا قبل شويه رياضيا. وطريقه اخرى ايضا تقدر انت بالعمليه بالمالتي سم تجي تربط هذه البوابات بهذه الطريقه وتثبت انه هذه الحاله الربط مال هذه الحاله راح يكافئ لك الربط مال هذه الحاله، طبعا اللي استفدناه هنا انه احنا قللنا عدد البوابات. فهم وقت راح يكون مطلوب من عندك انه انت apply the associative law of addition to the expression a زائد b زائد c زائد d. نفس لي عملية التوزيع عملية الجمع او مشاركة عملية الجمع بين هذا الحد. والهم وقت الثاني انه هو قانون التوزيع للحدود وفعل الاي او هذا الضرب الاي دوت b زائد سي زائد دي وزعها على هذا الحدود، هي مجرد يعني فتح اقواس راح يصير عندك. زين، هسه في حد هنا هذا كله كان القوانين والقواعد اللي وضعها عالم اسمه بوليان، وضع هذه القواعد اللي هي تخص الجبر الخاص بالعمليات المنطقيه او اللوجيك، خلينا نقول رياضيات المنطق. الآن جاء عالم آخر اسمه دي موريان، هذا هم إجا ضاف مجموعة من النظريات أو القوانين، هذا عالم اسمه يعني دي موريان، فلذلك هذه القوانين اللي وضعها صار اسمها باسمه مثل ما يعني بوليان هم يعني صار عنده القوانين مالته، فإجا هذا سوالف نظريتينس وصارت يسموها بدي موريان ثيوري، نظريات دي موريان. هذه النظريات راح تكون كالآتي: النظرية الأولى قال هذا دي مورين عفوا انه the complement of a product of a variable
is equal to the sum of the complements of the variable. شنو معناته؟ معناته يقول انه اذا كان عندك متمم عام متمم على مجموعة حدود مضروبة، فالنتيجة مال هذا راح تساوي لك لو انت اجيت جمعت المتممات مال هذه الحدود بصورة منفصلة. حتكمل شوي بعد هالعبارة غامضة، خلينا نجي نشوفها بالرياضيات. لو كان انا عندي هنا معناته يقول x y، هذا x y اكو متمم عام عليهم اثنيناتهم، فهذا راح يساوي لك شنو؟ راح يساوي لك لو كان عندك المتمم مال الx مجموع مع متمم الواي، او بعد عبارة ابسط ممكن نقولها انه حتى تخلص من هذا المتمم العام اللي على مجموعة متغيرات مهما كان عددها 2 3 10 100 عليها كلها، هذا متغير او متمم واحد كلها عليها داش يعني عليهم كلهم، فحتى تخلص منهم واحولهم الى حدود شو يصير؟ عملية الضرب هاي الدوت اللي موجودة هناك بين هاي المتغيرين، فحتصير عملية جمع، وهذا الداش اقسمه على المتغيرات، وهذا الشيء تقدر يعني تنفذه عمليا وتشوف ان انت انه يعني متكافئ انه لما تكون عندك الاكس والواي تفوتها على بوابة الناند، الناند اللي هي الاند زائد النوت، الاند اللي هاي الدوت والنوت اللي هو هذا النفي، راح يطلع عندك الاكس واي كل داش. هذا الشيء يكافئ لك لو جيت اخذت المتمم مالت الاكس النفي شوف هذا مالت الاكس والمتمم مالت الواي وجمعتهم ببوابة اور، راح يطلع عندك الاكس داش زائد الواي داش. تقدر ايضا تنفذ هذا الشيء عن طريق الفروت تيبل وتثبت انت انه الاكس واي الكل داش راح يساوي لك الاكس داش زائد الواي داش مثل ما موضح هنا عندي بهذا الجدول. زين هذا القانون الاول. ارجع ديموريان سوى له قانون ثاني او ذكر قانون ثاني يقول هنا the complement of a sum of a variable is equal to the product of the complement of the variable. ما قال بس في قال لا حتى العكس سم صحيح، يعني شنو؟ يعني لو كان عندك مجموعة حدود مجموعة سم وعليها كومبلمنت عام عليها كلها، فهذا الشيء راح يساوي لك لو كان انت ناس تضرب برودكت المتمم لكل حد على او لكل متغير على حدة، يعني لو كان عندك هنا x زائد ال y زائد ال z زائد ال شوف عندك بعض المتغيرات او x زائد او a زائد ال b زائد ال c زائد ال d كلها هذه عليها كومبلمنت، و يعني حتى تتخلص من هذه الكومبلمنت راح تحول مثل ما قلنا عمليه الجمع تحولها الى عمليه ضرب، تحول السم تحولها الى برودكت، وبعدين تقسم هذا الداش على المتغيرات، وتقدر هذا الشيء ايضا تفتح اما عمليا استعمال بوابه النور هذه تدخل عليه الاكس واي والاخراج راح يكون هو الاكس زائد الواي الكل كومبلمنت، او انه تنفذها بالطريقه الثانيه هذه انه تاخذ متمم الاكس ومتمم الواي وتفوت على بوابه الناند، فراح العفو الان فراح يكون عندك الاخراج ايضا راح يكون هو الاكس دوت واي او الاكس اكس داش دوت واي داش، فراح يكون عندك الناتج واحد، وهذا الشيء ايضا تقدر تكتبه عن طريق التيبل انه راح تشوف الاكس زائد الواي كل داش يساوي لك الاكس داش مضروب مع الواي داش. اذا نجي ناخذ مثال الان على هذه الحاله قوانين ديموريانت، هنا يقول apply ديموريانت theorem to each expression، طبق لي قانون ديموريانت على كل تعبير من التعبيرات التالية. التعبير الاول هذا هو عبارة عن a زائد b الكل داش زائد c داش، وهذا الكل عليه ايضا داش عام على كل هاي الحدود. فالسوليوشن اذا راح يكون اول شيء راح اجي اتخلص من هذا الداش اللي بالاعلى هذا اللي فوق، فايش راح يصير؟ راح اجي احول عملية الجمع هذه اللي موجودة هنا الى عملية ضرب، صارت هنا عملية ضرب بين ال A بين العفو ال A زائد B وال C، وقسمت هذا الحد الكلي على هاي الاثنين، فصار عندي هذا AD دبل داش هو عنده من اول داش ومثل له داش من هذا اللي فوق، وال C هذه صارت دبل داش. زين احنا قبل شوية تذكرون اخذنا قانون انه ال A دبل داش يساوي هو نفس المتغير، فاذا معناته هذا القوس كله ال A زائد ال B دبل داش ونفس الـ A زائد B والـ C دبل داش هي نفس الـ C، فإذا صار عندي النتيجة هو بهذا الشكل، هذا هو الحل ممكن. الفرع الثاني والـ B طالب من عندك أنه الـ A داش زائد الـ B بين قوسين زائد الـ C D عليها كلها داش، أيضا تخلص من هذا الداش الكلي وبسط لي هذا التعبير، ف
فراح اجي اتخلص من هذا الجاشم بالاعلى واحول عمليه الجمع هذه الى عمليه ضرب، فصارت عندي هنا الاي داش زائد الدي وعليها هذا الداش الدائم هذا، والسي والدي عليها ايضا هذا الداش الكلي. زين بقى عندي هذا هنا داش كلي بين هذه المتغيرات الاثنين، ايضا اريد اتخلص من عنده، وداش كلي على هاي المتغيرات الاثنين اريد اتخلص ايضا من عنده. فراح اجي حتى اتخلص من هذا الداش هنا، راح احول ايضا عمليه الجمع هذه الى عمليه ضرب، واقسم الداش على المتغيرات، فصار هنا اي دبل داش دوت بي دبل داش، وهنا عندي هذا الداش الكلي راح احول عمليه الضرب موجوده بين السي والدي الى عمليه جمع، فصارت عندي هنا سي داش زائد دي داش. زين الاي دبل داش هي الاي نفسها، والبي داش نزل مثل ما هي، وهذه الباقي نزل مثل ما هو. الحالة أو الفرع سي راح يكون هنا كالآتي: أي زائد دي مضروب سي داش في دي داش زائد الإي زائد الإف داش، والكل هذا عليه داش. فراح أتخلص من هذا الداش بالأعلى أول شيء، راح أحول هذا الجمع إلى عملية ضرب، وهذا الضرب الموجود هنا راح يتحول إلى عملية جمع. فشوف هنا عندك الـ A زائد الـ B زائد الـ، أو هاي هنا أجلها هاي العملية نخليها على الخطوة الثانية، خلص اسم هذني. فصاير عندك هنا الـ A زائد الـ B دوت سي دي، هذا عليه الداش ما فصله، والـ E والـ F هنا هذه تحول لك هاي عملية الجمع إلى عملية ضرب، حتى هاي هنا مأجلها. هاي هنا أجلها، خلينا نشوف ايش أجلها. فبس حول لك هاي الجمع بين هاي الحدين إلى عملية ضرب، وقسم لك الداش على هاي الحدين اثنيناتهم. بعدين رجع ايش سوى؟ رجع قسم الداش هذا اللي موجود هنا على الحدود اللي أسفل من عنده، فصارت عندك هنا عملية الجمع هذا إلى عملية ضرب، وعملية الضرب تتحول لعملية جمع، وصار عندك الناتج الأخير أي داش بي داش زائد سي زائد دي، وآخر شيء مضروب في الإي داش دوت الإف. طبعا هنا هي عملية الجمع أيضا صار الضرب، وقسم لك الداش هذا الإي وقع عليها داش، والإف صار عليها دبل داش وصارت إف. هنا كذلك السي والدي لما إجينا قسمنا هذا الداش، كل وحدة صار عليها دبل داش وصارت سي والدي، والضرب اللي بيناتهم صار هنا جمع السي وبين الدي وبين الاي بي. وهنا عندك هذا الاي بي نزل عليه داش، وبعدين حولنا هذا الجمع الى ضرب، ونزلنا داش على الاي وداش على البي. كتمرين لك نفذ هذه القوانين مال دي موريانز على هذا التعبير اللي هو موضح عندك بالمحاضره. كهوم ورك راح يكون مطلوب عندك المحاضره الجايه نفذ قوانين دي موريانز على هذه التعابير المنطقيه بالاي والـ B والـ C، وأوجد لنا أبسط صيغة لها. آخر شيء بقى عندنا اليوم بمحاضرتنا راح يكون هو الـ Boolean Analysis of Logic Circuit. شلون راح أجي أحلل الدوائر المنطقية مالتي وأحصل من عندها على معادلة. إحنا دائما مثلا أنت كمهندس راح تجي مثلا على فد منظومة منطقية، فتريد تجي تفهم هاي المنظومة المنطقية. فأول شيء حتى تفهم هاي المنظومة المنطقية اللي مربوطة قدامك مثلا على بورد أو تشكيل معين، فلازم تسوي تحولها إلى رياضيات، تحولها إلى معادلات، تحولها إلى البولين أناليسيس، أو تحولها إلى يعني عبارة عن متغيرات مضروبة أو مجموعة أو عليها كومبلمنت مع بعض حتى تفهم ايش راح يصير. فخلنا ناخذ احنا الآن منظومة معينة، وليكن هاي المنظومة الآن هي المنظومة هذه عبارة عن سي في مضروبات مع بعض عن طريق الاند، الناتج مالتهم راح يروح على بوابة اور، والاخراج مال بوابة الاور هذه رايح على بوابة اند مع متغير اخر اللي هو الاي، والناتج مالتي راح يكون هو كالاتي: اي بين قوسين بي زائد سي دي. الهدف من عندي شلون احصل على هذا التعبير؟ شلون احصل على هذا التعبير اللي بالاخراج اللي هو يشرح لي هذا التعبير؟ اذا حصلته هو كانما انت صار ببالك او كتبت او يعني حللت هاي المنظومه كامله، صار عندك هاي المنظومه كامله الان على الورق، تقدر انت يعني تبسطها او تحللها او تضيف لها او تطورها او تسوي لها تروث تيبل، يعني انت يعني تكون يعني المنظومه عندك يعني محلله وكامله عندك على الورق ك يعني معادله. فاول شيء راح يتم هذا يعني عن طريق ثلاث خطوات. الخطوه الاولى انه انا راح اروح على الليفت موست اند، اروح على اقصى
جهة اليسار، أقصى جهة اليسار، شنو كان بي اللي هو موجود الآن بهذه بوابة الآن. راح أجي أشوف التعبير مال هذه البوابة، أسمي الخالات، أعطيها هنا أي مسميات هذه الخالات، فهنا راح نعطيها الإدخال سي والإدخال دي، فراح أشوف هنا عندك راح ينتج عنها اللي هو سي دوت دي أو سي دي، نقدر نكتبها بدون الدوت أيضا باختصار. زين، الخطوة اللي بعدها راح أجي أمشي من يعني جهة اليسار باتجاه اليمين وأشوف شكو عندي يصير إضافات بوابات أضيفها للتعبير مالتي. فراح أشوف هنا عندي إنه موجود عندي بوابة أور، راح يجمع لي بين الإخراج هذا مال بوابة الآن بالسي دي مع مع متغير اللي هو البي، فصار عندك هنا التعبير هو بي زائد السي دي. راح أكمل أمشي باتجاه اليمين، راح أشوف إنه صار عندك الإخراج مال هذا البي زائد السي دي مضروب مع عن طريق بوابة آد مع متغير آخر اللي هو الأي، فصار عندك الآن التعبير الأخير اللي هو الأي مضروب بين قوسين البي زائد السي في البي. فهنا جيت أنا حصلت على التعبير المنطقي اللي بالإخراج وطلعته من خلينا نقول الشبكة المنطقية أو شبكة البوابات أو الدائرة المنطقية اللي موجودة عندي، طلعت عندها تعبير يمثل هذه الدائرة. زين، هسه شلون اجي استخرج تروث تيبل لهذه اللوجيك سيركت؟ يعني هسه انا عندي هذه الدائره اللي مربوطه هنا، راح اجي يعني اولد لها تروث تيبل جدول حقيقه خاص فيه حتى افهم شو وقت راح تكون الاخراج مالتها واحد وشو وقت راح تكون الاخراج مالتها صفر. فاول شيء راح تسويه هو ايجاد التعبير اللي قبل شويه احنا اوجدناه، اول شيء راح يكون هو ايجاد التعبير المنطقي اللوجيك اكسبريشن اللي هو قلنا راح يكون اي مضروب في بين قوسين ال بي زائد السي في ال دي. زين، بعدها راح نجي عن طريق هذه العمليه اللي الان راح نشرحها، راح نحسب التروث تيبل لهذه التعبير. ف التروث تيبل راح يكون كالاتي، اول شيء راح احدد عدد متغيرات عندك. فراح تشوف الان انت عندك متغير اي ومتغير بي ومتغير سي ومتغير دي، فانت عندك اربع متغيرات. زين، كل متغير من هذه المتغيرات الاربعه راح يحتمل احتمالين، قيمته يا اما تكون صفر يا اما تكون واحد، ما عندي غير هون، يا اما تكون قيمه الاي مثلا واحد او تكون قيمتها صفر، يا اما تكون قيمه الدي واحد او تكون قيمتها صفر. فاذا انا دائما عندي احتمالين، عندي احتمالين وعندي هنا اربع متغيرات، فاثنين اس اربعه ايش قد راح تصير؟ اثنين في اثنين في اثنين في اثنين راح تكون عندك 16. فاذا انا عندي 16 احتمال، 16 احتمال للقيم مالت الاي والبي والسي والدي. هذه 16 احتمال راح اجي ارتبها بالجدول مثل ما موضح هنا عندنا بهذا الشكل، شوي نصغره حتى يبين صوره كامله الجدول. هذا الجدول راح اجي اخذ 16 احتمال اللي هي من قيمه الصفر صفر 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 الى قيمه الواحد واحد واحد واحد، هذه 16 احتمال، هذا 1 2 3 4 5 6 7 8 و9 10 11 12 13 14 15 16، هذه 16 احتمال اخذناها من احتمالات ان تكون كل المتغيرات ال A وال B وال C وال D كلها صفارة، الى احتمال ان تكون كل المتغيرات ال A وال B وال C وال D كلها عبارة عن واحدات. فالان راح اجي حتى احسب التروث تيبل لهذا التعبير، فراح اجي شو اقول؟ اقول اول شيء راح اجي اسوي انه انا راح احسب ال C D، اشوف هذه ال C ضرب ال D، فهذه هي السي وهذه هي الدي، راح اجي اسوي بيناتهم بوابه الان. بوابه الان شو تقول؟ تقول اذا كان عندك واحد من الادخالات صفر فالاخراج صفر، فصفر صفر 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 واحد صفر واحد صفر صفر واحد واحد، هاي هنا راح تصير واحد، هذا هنا طبعا الاخراج راح يكون صفر، هنا الاخراج راح يكون صفر، هنا الاخراج راح يكون صفر، هنا الاخراج راح يكون واحد، هنا عندك واحد واحد. نكمل نشوف هنا هذا كله راح تصير صفارة، بس عندك هذه الحالة راح يكون واحد يعني الإخراج، وهنا عندك أيضا واحد واحد بين السي والدي راح يكون عندك واحد الإخراج، وهنا كذلك راح يكون عندك أيضا واحد، بالتالي راح يصير واحد على الإخراج. زين، هسه أنا أوجدت السي دي، بقى عندي شنو؟ السي هذه مضروبة أو العفو مجموعة مع البي، فراح أجي أوجد هذا الحد كله اللي هو البي زائد السي دي، السي دي 1 هي سياسة، البي 1 هو هذا هو البي. فالآن راح أجي أسوي عملية أور جمع بين البي وبين السي دي،
الاور شنو تقول؟ ضربت الاور تقول انه اذا كان عندك واحد من الادخالات واحد فالنتيجه واحد، اي واحد من الادخالات يصير انت واحد النتيجه واحد. فالان اذا اجي اتبع هذه الحالتين هنا واشوف اي واحد من عندها راح يصير واحد، فيكون النتيجه هنا عندك واحد، فهذه الحاله عندك راح يصير بها واحد. هنا طبعا راح يصير عندك واحد، هنا عندك راح يصير واحد، هنا عندك راح يصير واحد، وتكملها للجدول كله. اي مكان يكون بي واحد بالسي دي او واحد بالبي او واحد بهم اثنيناتهم راح يكون عندك اخراج واحد. بقى عندك اخر شيء انه هذا البي زائد السي دي راح يكون مضروب مع الاي، فراح ننفذ ضوابط الان بين الاي هذا الان راح نخلي عليه نقطتين مع البي سي اللي حسبناه هنا بين هذا الجدول، يعني هذا او هذا العمود مع هذا العمود راح نسوي بيناتهم ضوابط ان، يعني هنا عندي هذني مضروبات مع بعض الاي مع هذا بين قوسين. فبالتالي الضوابط الان تقول انه اي ادخال يكون قيمته صفر، الاخراج راح يكون صفر، فراح يطلع عندك بالاخير بما انه الاي هنا كلها اصفار والاي هنا كلها واحدات، فاكيد راح يطلع هنا عندك الوحدات فقط موجوده هنا بالمكان اللي يكون بيه موجود عندك واحد بالبي سي دي وواحد بالاي، ففقط عندك راح يكون وحدات بهذا المكان وباقي الجدول راح يكون كله اصفار. فاذا انا هنا عندي شبكه، يعني من خلينا نقول البوابات، شبكه منطقيه، شبكه سيطره تسوي لك تقسيم معين، تنفذ لك عمليه معينه. جيت انا اول شيء اوجدت التعبير المنطقي لهذه الشبكه كمهندس، ثاني جيت لازم حتى افهم شنو اللي يصير في هذه الشبكه، هاي الشبكه تسوي حتى اعرف اذا كان فيها عطل معين اعرف وين هذا العطل. اول شيء تسوي لازم اشوف الشبكه او التعبير المنطقي لهذه الشبكه، فاوجدنا التعبير المنطقي عن طريق هذه الخطوات الثلاثه اللي قلنا انه احنا راح نبدي من اقصى اليسار باتجاه اليمين وابدي اصيغ التعبير مالت هذه الشبكه تدريجيا. بعدين راح اجي حتى افهم هذا التعبير راح اجي لازم يكون عندي تروث تيبل لهذا التعبير، فراح اجي اوجد التروث تيبل لهذه الشبكه حسب التعبير المنطقي مالتها، وبالاخير راح افهم انه شوكت راح يصير عندك اخراج هذه الشبكه صفر، وشوكت راح يصير عندك اخراج هذه الشبكه واحد، وتكون عندك الشبكه يعني واضحه كعمل، واذا كان بها عطل ايضا يبين، اذا كان عندك وحده من البوابات عاطله راح تبين مباشره، اذا صار عندك اختلاف بالنتائج عن هذا التروث تيبل فمعناته انت عندك مشكله بمكان معين تقدر تعرفه نتيجه العطل اللي راح يصير. يعني على سبيل المثال لو كان عندك عطل ببوابه الاند اللي تجمع لك مثلا الاي مع القوس البي زائد السي دي، هذه البوابه اللي موجوده هنا، هذه البوابه اللي موجوده هنا مثلا لو كان بها هذه البوابه بها عاطله او يعني صايره ظل ما تشتغل، فهنا انت راح يصير عندك شنو؟ راح يصير عندك اختلاف بهذه النتائج، هذه النتائج اللي راح يكون عندك بالاخراج، فانت بالتالي راح تقدر تحدد وتعرف مكان العطل. اخر شيء بقى عندك كهوم وورك انه replace the AND gate with OR gate and the OR gate with AND gate in the figure 4-16. هذا الشكل نفسه 4-16، بدي AND خلي بمكانها OR، خلي بمكانها AND، و ارجع مرة ثانية احسب التعبير المنطقي، احسب البولين اكسبريشن لهذه الدائرة راح تنتج عندك، وبعدين اوجد لها التروث تيبل مثل ما اجينا سوينا احنا هنا بهذا الشكل. الى هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم، شكرا لحسن اصغائكم، واذا احد عنده اي تعليق او سؤال يعني في وقت لاحق على هذه المحاضرة خليه يضيفه على التعليقات باليوتيوب.